إلى المدينة معنا جهاد. جهاد تفضل. نعم خالد، أمسي عليك ومسي على السادة المشاهدين. هنا في المدينة المنورة أطلق صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة مبادرة خير المدينة. المبادرة تضم تحت مظلتها جميع الجهات الداعمة والخيرية التي تقوم بتجهيز وتوزيع السلال الغذائية. خلال 20 يوم منذ انطلاقة المبادرة تم توزيع أكثر من 47 ألف سلة غذائية، أيضا أكثر من 150 ألف وجبة ساخنة، قام بتوزيعها أكثر من 3500 متطوع، أيضا بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة وأيضا القطاع الثالث. مع قرب شهر رمضان المبارك أطلق صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة حملة فطوركم علينا من أجل تحويل السفرة الرمضانية الموجودة داخل المسجد النبوي الشريف إلى سلال غذائية تقدم للأسر داخل الأحياء. مبادرة خير المدينة لم تقتصر فقط على السلال الغذائية، لكن كانت لها عدة مجالات وجوانب الاجتماعية، الصحية، النفسية إلى آخره. جميل. الأرقام كثيرة والمبادرة كبيرة جدا، ربما لا نستطيع اختصارها الآن. شكرا، شكرا لك زميلنا جهاد اللهدر، كنت معنا من المدينة المنورة. شكرا كذلك لزملائك كانوا معنا يوميا عقب نطلع من ثلاث مناطق نغطي كل أرجاء المملكة في برنامج كل المسؤول.